متحدث اسم كايزر تشيفز قال ايه؟ ده تصريح طالع من المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز. سنصدم افريقيا وسنحقق لقب الابطال امام النادي الاهلي. تحدث فينا مفيوزة المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي عن مواجهة فريقه لنظيره الاهلي السبت في المغرب بنهائي دوري الابطال. قال مفيوزة في تصريحات صحفية: نخطط لمفاجأة الاهلي في النهائي، نحن فريق نتميز بالذكاء وجاهزين للفوز على الاهلي، سنخرج من المباراة فائزين وسنحدث صدمة للجميع في افريقيا. اضاف: لم نتأهل لنهائي دوري الأبطال بالصدفة، وجاهزون لمواجهة الفريق الأقوى بالقارة، وهذا حافز كبير لنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء. هي دي التصريحات اللي دايما بيتكلم عنها أو بيتكلم فيها سواء لاعبين في كايزر تشيفز أو حتى المتحدث الإعلامي أو الرسمي لنادي كايزر تشيفز. زي ما حضراتكم شايفين المباراة واخدة اتجاه غير الحملات الطمأنة اللي طالعة، غير حملات الطمأنة اللي طالعة. بالمناسبة وأنا بتكلم كده ممكن تقولوا لي أنت أصل هتشد اللعيبة، لا أنا ما بشدش اللعيبة، اللعيبة دي عندها خبرة كويسة جدا تخليها، لعيبة النادي الأهلي يعني عندها خبرة كويسة جدا تخليها تعرف إزاي تلعب مثل هذه المباريات. وفي الجزء الثاني بعد قليل هيكون معايا واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار اللي احترف في ألمانيا واحترف وعمل مشوار كبير جدا في الاحتراف، كابتن محمد عبد العظيم عظيمة. هنتكلم معاه في كل هذه الأمور وكيف يتخطى النادي الأهلي هذه المباراة التاريخية.